السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم الطالب مجدي عادل، طالب بالفرقة الرابعة، كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، وهو اليوتراين فايبرويد. ده عنوان لوحده، المالجنسي ان فيميل جينيتال سيستم ده عنوان تاني، والكانسر سيرفكس ده عنوان تالت. طيب ممكن انت يجي في دماغك سؤال، طيب هو انا الحاجات دي اهميتها بالنسبه لي ايه؟ يعني انا ليه اعرف يوتراين فايبرويد او مالجنسي في الفيميل جينيتال سيستم او الكانسر سيرفكس؟ والله يعني ممكن السؤال ده يجي في دماغ حد، ده لان انت يعني هتبقى ريليتد للموضوع ده، او ممكن تشوفه بشكل او باخر. يعني انت مثلا ممكن تجي لك العياده مثلا ست بعد سن المينوبوز مثلا، وخلاص خلصت من استيوريشن وكده، بس بتقول لك ان لسه ايه، ممكن من وسط الكلام مثلا او من الهيستوري اللي انت بتاخده منها تقول لك مثلا ان لسه في مثلا بلاد بينزل مثلا، خلاص فديت ايه؟ لا ده انت كده، ده كده ريد فلاج، ده كده في مشكله كبيره. يبقى انت في الحاله ديت لا ده انت ترشدها مثلا انها تروح مثلا لدكتور. مثلا ممكن انت تكون شغال مع حاله مثلا وهي عندها مثلا يوتراين فايبرويد، ايه مثلا البركوشنز اللي انت ممكن تاخدها معاها؟ طب ما انت ممكن تشتغل مثلا باجهزه الكترو تبقى غلط عليها، ممكن مثلا لو في مالجنسي او ممكن في مثلا كانسر سيرفكس وانت تشتغل في حته قريبه منها فتأذي العيانة وتضرها وانت مش حاسس او مش عارف. طب ما احنا ممكن نفهم ايه هو اصلا اليوتراين فايبرويد، او ايه هو المالجنسي اصلا في الفيميل جينيتال سيستم، او ايه هو الكانسر سيرفكس. طب ما نفهمه ونعرف بنكشف عنه ازاي. ما هو ممكن العيان يجي مثلا ويكون من ضمن الورق اللي جايبهولك تقرير مثلا مكتوب فيه مثلا كانسر سيرفكس وموصوف مثلا بالوصف 1 2 3 4 زي ما احنا هنتكلم قدام. طب ما احنا انت هتكون فاهم الكلام ده؟ فبنسبة كبيرة لا. تمام، فانت دورك كبير او لازم أن تكون فاهم حاجه زي كده. حتى هو الدكتور يعني جزاه الله خيرا يعني ما شرحش الموضوع بتوسعه قوي، شرحه بجزء من الاختصار. لذلك بس المقدمه دي كانت مهمه علشان نفهم بس هو ايه اهميه الموضوع ده لينا. قبل ما نبدا بس حابين يعني نتكلم في حديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هنتكلم بقى دلوقتي عن عنوان مهم جدا، وهو أول عنوان، وهو اليوتراين فايبرويد. اليوتراين فايبرويد يا دكاتره دوت معناه ان او ببساطه هو ورم حميد، اللي احنا او المسمى الدارج بتاعنا يعني اللي بنقوله عليه هو ورم حميد. اليوتراين فايبرويد هو عباره عن بيناين تيومر، بس بيظهر في السمول او طبقه السموث ماسل بتاع اليوترس. احنا طبعا عارفين ان اليوترس عندنا بيتكون من طبقات، ففي طبقه الاندوميتريوم وفي طبقه المايوميتريوم وطبعا وطبقه البريمتريان. طبعا طبقه الاندوميتريوم ديت بتبقى مليانه بلاد فيسلز كتير، وهي ديت اللي بتشد اوف. طبعا ده احنا بنراجع بس كده حبه هيستولوجي انها بتشد اوف او بتتقطع يعني طول ما فيش يعني اخصاب او كده. طبقه المايوميتريوم اللي هي طبقه الماسلز نفسها، ودي الطبقه بقى اللي بيظهر فيها الفايبرويد. وفي طبقة البريمتريام، وديت الطبقة الخارجية اللي هي عبارة عن كونكتيف تيشو اصلا وبتبقى جزء من البروتونيوم. المهم ان اليوتراين فايبرويد دوت هو عبارة عن بناين تيومر او ورم حميد. وطبعا احنا هنتكلم قدام ازاي نفرق بين الورم الحميد والورم الخبيث. والورم الحميد عموما مفيش منه قلق، بس مشكلته لو هو ضاغط على بلاد فيسل او على نيرف، او ممكن يكون مانع البريجنانسي نفسها. تمام، ففي الحاله ديت ممكن يتدخل جراحيا ويشيله، اما غير كده لا، فممكن ما يقربش منه يعني خلاص. فبس يعمل له كنترول اللي هو يعني يتابع اول باول. فالبيناين تيومر بيظهر في طبقه المايوميتريوم، لذلك او السموث ماسل فايبر في اليوترس، لذلك افضل مسمى لي او المسمى الاصح لي هو الليوميوما. تمام، طبعا الانسيدنس او حدوث التيومر دوت بيحصل في الفيميل جينيتال تراكت بنسبه اكتر من 30%، في الفيميل اللي هم اكتر فوق 30 سنه بنسبه اكتر من 30%. يعني هم يعني من الاخر ممكن نقول عليهم ريسك فاكتور لده.
كمان العمر بيكون واقع ما بين 30 ل 40 سنة. طيب ليه اصلا الفايبرويد ده بيظهر؟ طبعا اي حاجة احنا مش بنبقى عارفين لها سبب رئيسي، خلاص بنفضل نرمي نظريات، يعني اي حاجة في المنهج كده بتاع النسب بالذات اللي هو انا مش عارف السبب، خلاص قول نظريات. فاحنا عندنا اللي بيفسر دوت هو 3 نظريات. فعندنا النظريات اللي فسرت دوت، عندنا في ما هو مش معروف السبب. فالنظرية الأولانية هي نظرية إن بيقول لك إن ده جيناتيك، وفي نظرية تانية يقول لك لا ده هرمونال، استروجين بروجسترون ليفل. ممكن نظرية تالتة تقول لك لا ده جروس فاكتورز، ممكن نظرية تقول لك لا ده الستيم سيلز. فهي نظريات كلها يا جماعة كتير فسرت، حاولت تفسر الموضوع دوت. فاحنا بقى نيجي نقول بقى ايه هو الاوريجين اوف الفايبرويد، ممكن يجي منين. احنا قلنا فوق مكان اللي هو ممكن يجي من السموث ماسل، فممكن يجي من الماتشور سمول سموث ماسل فايبرز اوف يوترس، ممكن يجي من الامبريونيك سيل نيست انسايد ذا يوتراين وول، وهوريكم صورته دلوقتي. وممكن كمان يجي من مكان ثالث وهو السموث ماسل اوف البلاد فيسلز نفسها اللي هي بتاع البلاد فيسل مش بتاع اليوترس، السموث ماسل بتاع البلاد فيسل اللي بتبقى موجوده ما بين طبقه المايوميتريوم وبعضها دي، برضو علشان بتبقى سميكه نوعا ما وكتيره شويه، فهي برضو معرضه لان يحصل فيها النوع دوت من التيومر. ده طبعا شكلها هو يا جماعه زي ما هو باين في الصوره كده، مكان الالتقاء هو ما بين الامبريو نفسه او الطفل والخلايا نفسها اللي هي بتغذي او بتعمل تواصل معاه ما بين اليوترس وما بين الامبريو نفسه. ففي ناس معرضين بدرجه اكبر للبيناين تيومر دوت، زي مثلا الهايبر استروجينيك ستيت، يعني الناس اللي مستوى الاستروجين عندها او الفيميل اللي مستوى الاستروجين ممكن يكون عندها بزياده. ممكن الفيميل وذ هاي سوساي ايكونوميك ستيت، ودوت يعني مثلا عادات خاطئة او عادات سيئة، او مثلا في الدايت او النيوتريشن بتاعها مش كويس، او ممكن هي متعرضة لستريس او لايف ستايل مش كويس وغيره. تمام، ممكن بوزيتيف فاميلي هيستوري، ودوت شيء بديهي لان احنا قلنا طبعا ان الامر دوت جيناتيك، فممكن حد مثلا من عيلتها او كده فهي خدت الجين دوت. طبعا بقى انواع او الفايبرويدز عموما بيقسموها او لها اسامي على حسب المكان اللي طلعت فيه. فمثلا زي ما احنا شايفين هنا في هتلاقوا كده طالعه في طبقه السموث ماسل نفسها، في الطبقه نفسها، فدي بيسموها الانتراميورال. تمام، دي بقى لا دخلت لجوه ولا طلعت لبره، هي مكانها كده جوه السموث ماسل. في نوع تاني اللي هو اللي طالع لبره بقى، اللي طالع لبره زي ما احنا شايفين كده اللي هو نوع الصب سيروزال اللي هو تحتها على طول كده عامل اكستنشن ناحيه بره، بره اليوترس. تمام، عندنا النوع الثالث اللي هو الصب ميوكس. الصب ميوكس دوت ده او الصب ميوكوزال ده داخل لجوه، ده طالع وقام طلع برده في طبقه المايوميتريوم وبعدين قام ممتد لجوه او عمل اكستنشن ناحيه جوه. احنا عندنا بقى من انواع الكانسر سيرفكس. الكانسر سيرفكس ده يا جماعه يعني بدايه كده قبل ما نخش في انواعه او كده او غيره، هو بيجي او بيبقى مرتبط بنسبه كبيره بالاكزاجيريتد اللي هو السيكشوال اكتيفيتي نفسه، يعني هي معناه مفسر نفسها اللي هو يعني زياده، وخصوصا لو مع مالتيبل بيبول يعني اللي هو الحاجات المحرمه وكده. تمام، كمان بيكون انتر كورس اكتر من انه يكون يحصل لوحده كده، يعني هو عامل جيناتيك ممكن يجي مثلا ريسك فاكتور عالي زي السيكشوال انتر كورس مثلا ويكون اكزاجيريتد وبنسبه كبيره ومع مالتيبل بيبول وبيسبب المشكله ديت. خلاص، كمان التقسيمه بقى بتاعته بتكون بري انفيزيف عفوا بري انفيزيف او انفيزيف. البري انفيزيف دوت بيكون ما بينتشرش في المكان اللي حواليه وما بينزلش للديبر سيلز، خلاص كهيستولوجي يعني. اما الانفيزيف بقى لا ده بينزل للديبر سيلز وكمان بينتشر في الاماكن اللي حواليه، وده النوع الاخطر. تمام، عشان كده لما جينا للكانسر سيرفكس دوت مالجنانت تشينجز في السيرفكس وزاوت انفيجن اوف بيزمنت ممبرين دوت سي اي ان. تمام، بيحصل
نسبته ايه؟ 30 لكل 100,000 فيميل بيحصل لهم. وعلى فكرة الدكتور نبه جدا جدا على الارقام، الارقام ثم الارقام. الريسك فاكتور لسه قايلينها فوق ومزودين عليها حاجة كمان. عندنا بقى من ناحية الباثولوجي، ممكن من بره كماكرو شكله ما يبانش ان في مشكلة، يعني كماكروسكوبك بيكتشر كده، فبيقول لك ما بيكونش فيه اي ليجن ظهر من بره، وكمان ممكن يكون ان هيلثي بس هو ما فيش ليجن، يعني ممكن كمان يتشخص اللي هو مثلا التهابات. تمام. لذلك حتى الدكتور نبه على حاجة زي كده، ان المفروض لما بيجي يتركب حاجة مثلا زي الانترايوتراين ديفايس، او مثلا اي انواع بقى من ادوات منع الحمل اللي هي بتتركب في الفيميل، قالك اهم حاجة ان يكون في يعني كشف مبكر عن الحاجات ديت، لانها ما بتبانش الا هي بتاخد وقت كبير على ما تبان. فلذلك في الفترة ديت المفروض كان اي حد لقط المشكلة. تمام. لذلك احنا برضو من ضمن التنويهات اللي نبهنا فيها عليكم حاجات زي كده، ان المفروض لو لاحظت اي عرض او اي مشكلة المفروض تروح وتطمن على حاجة زي كده. طيب كمايكرو بقى كجوه الخلايا، لا جوه الخلايا بقى ففي مشكلة جوه الخلايا، انما احنا من بره كجروس مش شايفينها. تمام. زي انها مثلا الخلايا فقدت الشكل بتاعها او الشكل الطبيعي بتاعها. طيب احنا ممكن نقسمها لايه؟ ممكن نقسمها الى سي اي ان 1 و2 و3، وفي نوع كمان اللي هو الكارسينوما انسايت. سي اي ان دي اختصار للسيرفيكال انترا ابيثيليال نيوبليزيا او نيوبلازيا. طيب السي اي ان 1، سي اي ان 1 دي بتبقى بحاله مايلد لسه، بتاخد اللور 1 ثيرد. سي اي ان 2 حاله مودريت، بتاخد اللور 2 ثيرد. سي اي ان 3 ديت الحاله سيفير، فبتاخد اكتر من ال 2 ثيرد او اللور 2 ثيرد. الكارسينوما انسايتو بقى ديت خلاص خدت اللايرز كلها، وديت بتبقى يعني خلاص يعني هي الاقرب او اكتر هاي ريسك يعني ان يحصل فيها بروجريشن لانفيزيف كانسر، اللي هو النوع الاشد او النوع الاخطر. الكلينيكال بيكتشر طبعا يعني زي ما قلنا ان هو طول ما الكانسر سيرفكس جوه، او طول ما هو النوع سي اي ان ما طلعش بره خالص، فاحنا ما بنكونش عارفين هنعرف منين، ما شكله من بره مش عارفينه، هي المشكله كلها مشكله انترا سيلولار. اما بره كنسيج من بره وتيشو لا يبان طبيعي خلاص. فاحنا عشان كده بنقول ان مفيش كلينيكال بيكتشر واضحه للموضوع دوت. طيب احنا ممكن نكشفها يعني، او ممكن ان احنا يعني نخمن او نروح، او ايه اللي يخلينا نروح اساسا ان انا اتجه لان انا اعمل انفستيجيشنز او كده، هو حاجات معينه زي مثلا ان هي تكشف مبكر كل 3 سنين، او مثلا انها بعد السيكشوال اكتيفيتي تفحص الدنيا تحت تشوف كده في اي ماس او في غيره، علشان لو في اي حاجه تلحقها. تمام. الانفستيجيشن احنا ممكن نعمل انفستيجيشن، في عندنا 3 طرق. اول طريقه طريقه السيتولوجي، ان انا باخد حاجة زي سواب او مسحة بندخلها جوه، وديت يعني ممكن تبقى مفضلة جدا بعد تركيب اللولب او كده. فاحنا بنخش بمسحة، ناخد حبة خلايا كده بالمسحة ديت، طبعا هو في خلايا بتبقى شيدد يعني خلايا زي المنفصلة عن البتاع زي المسحة تحت اللسان كده، وما بياخدوا عشان يشوفوا التحاليل، كذلك احنا بنخش برضه بمسحة وبياخدوا كده ايه عينة ويفحصوها. تمام. يفحصوا السيلز نفسها. طيب ممكن طريقة تانية الاندوسكوبي المنظار، يخش جوه ويشوف بقى هو بنفسه، او ممكن طريقة البايوباسي. البايوباسي دي بقى اصعب شوية لانه بيخش، ودي مور يعني هي حاجة ممكن يعتمد عليها بشكل اقوى وبشكل اكبر، هي البايوباسي ان هو يخش وياخد حتة من النسيج نفسه علشان يحللها. تمام. طب ايه الفرق بين البيبسي والسيتولوجي نفسها؟ السيتولوجي هو بياخد مسحه من بره، لا بيقطع ولا بيعمل حاجه، اما البيبسي لا، البيبسي هو بيخش زي حاجه زي اشبه بالجراحه كده وياخد حته ويفحصها تحت الميكروسكوب. وطبعا هو بيمشي تدريجي يعني كل ما بيشك كل ما الشك بيزيد، يعني مثلا السيتولوجي ما ظهرتش كويس، او مثلا شاكين لسه ومش متاكدين، خلاص خش على الاندوسكوبي برده شاكين ومش متاكدين، خلاص خش على المور كونفيدنت او الحاجه اللي نقدر نعتمد عليها اكتر، وهي البيبسي. طبعا بقى هو هنا بيعرف لي الفرق ما بين الانفيزيف والبري انفيزيف، احنا قلناها فوق. نيجي بقى للانسيدنس. الانسيدنس بيحصل في الفيميل جينيتال سيستم، بيبقى مالجنسي بيبقى اكتر شيوعا فين؟
في منطقة البادي وفي السيرفكس وفي الأوفري وفي الفالفا وفي الفاجينا. طب ليه ليه الأماكن دي بالذات؟ لأن احنا زي ما قلنا إن الأماكن ديت مرتبطة بالسيكشوال، يعني اللي هو انتر كورس، يعني اللي هو بيكون في التقاء في المنطقة دي أو احتكاك كتير. تمام. الريسك فاكتور زي ما احنا قلنا برضو اللي هو بيكون ريليتد للسكس نفسه، والابر فيميل جينيتال تراكت ريليتد للهايبر استيروجين. طب هو ليه بقى؟ يعني برضو ديت معلومة برضو ممكن تكون مهمة، ان الابر فيميل جينيتال سيستم يعني اللي هو اليوترس او كده بيبقى مرتبط اكتر، او لو حصل فيه كانسر او مشاكل من دي فبتبقى هرمونال اكتر. تمام. وليه؟ لانه هو الدكتور نفسه على حسب المكان، على حسب ما يطلب التحاليل انفستيجيشن، فهنا هيطلب تحاليل هرمونال اكتر او اول حاجه هيبدا بيها. وممكن برضو تظهر برضو بسبب حاجات تانية، بس هو هرمونال اكتر. اللور في ميل جينيتال كانسر ممكن يكون ريليتد للسكس اكتر، يعني عشان زي ما احنا قلنا طبعا، يعني عشان الريسك فاكتور كجيناتيك، وحاجات بدات تظهر فحفزت الموضوع عندها. مع شكل الكولبوسكوبيك اكزامينيشن، البيشنت بتكون نايمه في شكل اللايسوتومي بوزيشن. طبعا انتوا عارفين اللايسوتومي بوزيشن يعني، فهي بتكون نايمه في الوضعيه ديت. تمام. وبتبدا الدكتور نفسها، هي الجهاز يبان من بره ان هي حاطه عينيها، بس انما لا، هو في ماسوره تانية داخله او حاجه اشبه بكده بتكون داخله في اللور في ميل جينيتال سيستم. عشان ليه بقى؟ عشان تشوف الفاس تسلط، يعني بتعمل حاجه اسمها الجرين فلتر، يعني من ضمن اعدادات الجهاز نفسه، فهيبان لها ايه في المونيتور عشان تشوف الفاسكولاريزيشن. الجرين مون دوت بيبين اصلا البلاد فيسلز. طيب برضو يعني انا هسألك سؤال كده تفكر فيه، هو دلوقتي احنا بنشوف البلاد فيسلز عموما او الفاسكولاريزيشن في المكان دوت، فانا اعرف منين ان المكان ده بيكون فيه كانسر ولا لا؟ بناء على الفاسكولاريزيشن يعني اللي فكر فيها وقال كده، يعني برافو عليه طبعا، هو المكان اللي هيكون فيه فاسكولاريزيشن عالي جدا هو ده المكان اللي هيكون فيه كانسر سيرفكس. لان طبعا احنا عارفين ان خلايا الكانسر نفسها، ربنا يعافينا ويعافيكم، بتكون بتشد الدم كله ناحيتها، لانها بتعمل ابنورمال جروس، يعني بتكبر بشكل غير طبيعي، فاهم؟ فهو بتبقى محتاجه دم بنسبه كبيره، فاحنا هنعرف ان الفاسكولاريزيشن عندها عالي، اعلى من الطبيعي او اعلى من اللي حواليها. طبعا في طريقه تانية بقى قبل ما نخش فيها، طبعا عايزين نعرف حاجه عن خلايا التيومر او خلايا الكانسر سيرفكس نفسها. بتكون فيها بروتين عالي، جلايكوجين قليل. ركزوا بس في النقطه دي، مهمه جدا. البروتين العالي دوت احنا بنعرفه ازاي؟ احنا ممكن نعرفه بالاسيتيك اسيد، تركيز 3%. اسيتيك اسيد ممكن تجيب، فاهم يعني، اي حاجه فيها نسبه الاسيتيك اسيد ديت، تمام، بالسواب مثلا او بتاعه، ونقوم ماشيينها على المكان اللي ايه شاكين فيه. فبيقول لك ان الطبيعي البروتين بيظهر لون ابيض، تمام. فزي ما احنا شايفين في الصوره كده، هتشوف الصوره اللي هو البري والبوست، هتلاقيه ظاهر الخلايا كان لونها كلها احمر وبعدين بقى لونها ايه ابيض، تمام. الخلايا بعد ما كان لونها ابيض هتلاقوا خلايا لونها ابيض عادي ولونها ابيض قوي بالزياده، تمام. الخلايا اللي لونها ابيض بزياده ديت طبعا ليه؟ لان نسبه البروتين فيها عاليه، تمام. طب ونسبه البروتين فيها عاليه يبقى هي خلايا كانسر، تمام. ممكن طريقه تانية، خلايا الجلايكوجين قلنا ان هو هيكون فيها قليل، فممكن نعرفه ازاي؟ نعرفه بالايودين. الايودين دوت لما بنيجي نستخدم الايودين، المفروض ان الايودين بيخلي لون الخلايا بتاع الكانسر نفسها دي براون، تمام. فلان فيها جلايكوجين قليل، ده كتفاعل يعني. طيب ايه هي مميزات ان انا استخدم الاسيتيك اسيد بنسبه 3% او تركيز 3%؟ بيقول لك ان هو بيساعدنا في الايرلي دايجنوزس، كمان بيحدد المكان اللي احنا شاكين فيه، خلاص. عيوبه بس ان هو ممكن يعني ما بيقدرش يفرق ما بين الانفيزيف ولا النون انفيزيف، بس هو بيجيب لي ان في كانسر هنا، يعني المكان ده في كانسر. طبعا بقى اتكلمنا شويه عن خلايا السيتولوجيكال، فهو بيقول لك بقى ليه او امتى بنحتاج الانديكيشنز بتاع السايتو دايجنوزيس دوت. بيقول لك ان احنا ممكن نحتاجه لو العيان هيبدا السيكشوال اكتيفيتي بتاعته، كمثلا يعني امتى نقول العيانه ديت مثلا ده تخلي بالها، خلاص، او انها تعمل سكريننج كل سنه لثلاث سنين، تمام.
طبعا بقى البايبسي زي ما حكينا عنه ان البايبسي دوت بيخش جوه وبايه وبياخد جزء او بياخد عينه من الكانسر سيرفكس نفسه وايه ويحلله خلاص. فهو ممكن يكون مالتيبل بانش، يعني ممكن ياخد من كذا مكان، او ممكن يكون كون شيبد بايبسي خلاص. بنحتاجه فور اول فيميلز هو هاف ابنورمال سيلز في السمير نفسها زي ما احنا قلنا الترتيب تمام. كبنتأكد او كوإحنا لسه شاكين تمام. اما الكولبوسكوب ده بيقول ايه مش متاح، يعني في حالة ان الليجن نفسه بيبقى ممتد جوه السيرفيكال كانال وما بنقدرش يتشاف بالعين المجردة، بيبقى بقى بيخش بحاجة اسمها الكولد نايف او حاجة كده حادة خلاص مع جنرال انستيزيا بتخدير، ويخش بالكون شيبد بيس اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي النوع التاني، ويشيل جزء وخلاص ويفحصه. طيب هو ايه هو مشكلة البايوباسي بقى؟ مشكلة البايوباسي انها ممكن تسبب هيمورج، فالعيان ينزف، خصوصا ان الاماكن دي بتبقى فاسكولارايزد، يعني ممكن توصل لانفكشن، استيرويد، استيريوزس، او مثلا ان هو يحصل استيرلايزيشن اللي هو يعني تنعدم، يعني الـ يحصل تعقيم بمعنى صح، او سيرفايكال اتريزيا ان عنق الرحم يضيق جدا. في النهايه بقى يا جماعه حابب اشكركم، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا في تفاصيل كتيره الدكتور سابها تمام في الشرح، وهو ركز على حاجات معينه زي الارقام والتفاصيل الحمد لله، يعني احنا قلناها اللي هو قال انها يعني هتيجي في الامتحان وكده. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده أسئلة يا جماعة ممكن يتشرف يعني ويخش يسأل على اللينك بتاع نجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.